فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إعادة الأذان إذا كانت مكبرات الصوت عطلانة في وقت الأذان الأول وكانت الإعادة في نفس وقت الأذان؟ يعني أذن أولا بدون مكبر صوت عطلانة؟ نعم، ولكن وأعاد الأذان في نفس الوقت. أقول المساجد اللي حوله تسمع أو ما فيه إلا هذا المسجد؟ لا، في مساجد بس عطلانة. أنا فاهم، هذا المسجد عطلان. نعم. وأذن بدون مكبر صوت. نعم. لكن فيه مساجد حوله قد أذنوا. نعم. يكفي ولا حاجة للإعادة. جزاكم. أما لو كان ما فيه غيره فهنا يعيد علشان يعلم الناس بدخول وقت الصلاة.